هلا سبب الاقبال انه عرفوا الناس بالحمله، بجوز كمان زادت قناعتهم باللقاح اكثر وسمعوا انه منتشر وباء، فعم بيحاولوا انه يحموا حالهم باي طريقه ان شاء الله. يبدو انه متجهين مثل العالم كله باتجاه ذروه جديده، الطريقه الوحيده لنكثر من هالانتقال الشديد للذروه هو نشر اللقاح، كل ما قدرنا ننشر اللقاح اكثر بين المواطنين فنحن بنقدر نسيطر على الوباء بطريقه جيده. هي شفا سيد حسام حبة سيتامول يلا جا هي شفا شاء الله